سعيد بهذا المهرجان لأنه يحمل اسمي، وهذا في حد ذاته التفاتة كريمة من منظمين لشخصي اعتبارا منهم لمساهمتي في مجال المسرح ولمساهمتي أيضا في دعم الشؤون الاجتماعية للفنان والشؤون التنظيمية له طيلة 40 سنة خلات. أشكرهم جزيل الشكر وأتمنى لهذا المهرجان التوفيق، كل التوفيق. هو أنا شاهد دورات من هذا المهرجان وتغيب منذ سنتين لأن بحكم الوباء ككل التظاهرات المهمة في المغرب، أعتبره بأن أخذ مكانه داخل خريطة المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في المغرب، لأنه الآن يعيش سنته 11. فالطفل عندما يصل 10 سنوات و 11 سنة أحيانا يصح له صوم رمضان ونفرح به ونقول بأنه أصبح رويجال إلى آخره. فهذا المهرجان بالفعل ترجل وأصبح الآن من أهم المهرجانات التي تقام في المغرب. أولا هذه الأسماء كانت دائما تحج لهذه التظاهرة، أنا لست العيار الذي جلب أو المغناطيس الذي جلب هؤلاء الناس وهؤلاء الفنانين، بل القيمة التي اكتسبها هذا المهرجان في حد ذاته. يبقوا يدعمونا بالتتبع والاهتمام فقط. فدعم المسرح أساس الأساسي فيه هو الاهتمام به، عدم الاهتمام بالمسرح هو قتل له. فأتمنى بأن الجمهور الذي يتابع الإبداعات المسرحية لا يساهم في قتل المسرح بل يساهم في إنعاشه بالاهتمام به. هذا التكريم هو احتفاء في نفس الوقت بالإعلام وبالمسرح في نفس الآن، نظرا لهذه العلاقة الجدلية والعلاقة التي تربط ما بين المسرحيين والإعلاميين في نفس الوقت منذ سنين عديدة. نعلم أن المسرح يحتاج إلى الإعلام من أجل أولا ترويج العروض المسرحية، من أجل التعريف بالتجارب المسرحية، ومن أجل مواكبتها نقديا والتعريف بها وتقديمها للجمهور. في نفس الآن الإعلام يحتاج إلى المسرح باعتباره أولا مادة ثقافية وفنية نقدمها للمتلقي، باعتباره أيضا مادة ترفيهية تقدم في الوسائل السمعية البصرية من قنوات تلفزيونية وحتى بعض الإعلام أو بعض التمثيليات الإذاعية، وبالتالي فهذه العلاقة الجدلية هي علاقة تفيد كلاهما الآخر. لذلك أعتقد أن هذا الاحتفاء بشخصه هو احتفاء بالأسرة الإعلامية ككل التي تشتغل في إطار المسرح وإطار الثقافة وإطار الإعلام الثقافي بشكل عام. ومن ثم أحيي المنظمين منظمي هذا المهرجان على هذه المبادرة الطيبة وأتمنى لها الاستمرارية والتطور. أعتقد أن هذا التكريم بجانب هذه الأسماء التي سبقتنا في المجال المسرحي، سواء تعلق الأمر بالحاج محمد السولي أو الأستاذ محمد قوتي، هو إشارة إلى هذا التواصل أو هذه الجسور التي تبنى ما بين مختلف التجارب المسرحية. طبعا هناك احتفاء أيضا بالأستاذ بالفنان المقتدر كاظمي، وبالتالي فهذه الجسور تبنى لتبين أن المسرح المغربي هو حلقات متواصلة وليست هناك قطائع، بل تجارب تتواصل فيما بينها ويضخ كل منها الدماء في الآخر.